في ندوة صحفية أعلن عن قائمة الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية التي سيتم عرضها في مهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط. المنتوج الأساسي بالطبع لمهرجان تطوان هو أفلام متوسطية جديدة، أفلام كتميز بالجرأة الجمالية والجرأة كذلك بمعالجة بعض المواضيع المطروقة. إذا كاين أفلام من بلدان مختلفة، إسبانيا، فرنسا، فلسطين، المغرب طبعا وغيرهم من البلدان. ثم هنالك برنامج ثقافي كتميز واحد الندوة أساسية ولا مركزية، هي موضوعها هو مآسي المتوسط كما تراها السينما. ثم هنالك واحد المائدة مستديرة توقف عند الإنجازات السينمائية ديال اسم كبير فرنسي كبير هو أندري تيشيني. وعلاوة على فيلم إحباط لمحمد إسماعيل الذي أنتج في هذه السنة، سيتم خلال هذه الدورة من المهرجان عرض الأفلام الطويلة المنجزة في سنة 2015، وهي فيلم ريفر بانك من اليونان والطبقة العلوي من رومانيا، والفيلم الإسباني أن تتحدث، فضلا عن شبابيك الجنة من تونس وكائنة متوحشة الذي يمثل فرنسا.